انتوا مين ايه ماجري تمر اشتاو خلاص والله العظيم والله والله العظيم. طب كيف اخويا اخويا لاباس؟ الصحة بخير؟ توحشتك توحشتك يا ما اخويا. انا اخويا ولا غشار عبد بو انا علاش ماشي يطلع لك، علاش ماشي يطلع لك كومنتات؟ ما انت عندي كيت كومنتي ما تطلعليش من قول صباح وانا والله كومنتي انا بدي انا والله. انا اني عايش عندك. اسمع اسمع، بالمناسبه صالح حضنته هنا ما كشو. والله غير قبيل بعث لي قال لي مسكين عبك انسان طيب بالدرجة ان شاء الله يبقى هكا برك، ان شاء الله ما يتحلبش، ان شاء الله يبقى هكا هذاك راح كي راح شفتوه كيفاش عايش، عنده معيشه تاع واحد طيب، ما عندوش كيفاش ما يطيحش انسان معناتها. طيب انسان مسكين. يقول لي يبعث لي يقول لي لقمان يقول لي ولا غاني فرد. اوه ابا احنا كنا نهضر شويه على بعض، لا تبكي انا هاي هاي كنت مربى بهذاك الولد. باسكو انا انا عارف انا تقول جوست وش جاز هو على بالي، على بالي اكزاكتومون انت الفرحه. نعرف يا اخو، انا نعرف نعرف نحس بالناس والله. والله غير ربي يحفظك اقسم بالله، حسيتك شغل جيت ليا، حسيتك شغل انا راني في الجزائر وجيت ليا وفرحتني اقسم بالله، شغل صافي بليزير والله. كورونا شلف بعيد اخو مع الكورونا، على بالك كيفاش؟ بعيد اشلف مع الكورونا يا اخو. ما بعيدة جيت ها؟ سوتو اسمع. وليس كل عضلات عضله ما كاين غير تبعو والله. صباح القمان تحت والله غير النعمة الحمد لله. كيف راك؟ وش كيف تهضر لاباس؟ على التمثيل ومنها يا اخو، دخلنا نمثلوا معاك يا اخو، والله دخلنا غير نجيب مثل. والله غير راني نهضر يا اخو اقسم بالله ما فهمتش انا. انت انسان شوف خليني نهضر لك معليش، نهضر لك نهضر معليش. مروان مروان هضر مروان انا جامي تلاقيت مروان انا جامي تلاقيت به اوكي، مي راح ننقدك معليش لايف دوكا ننقدك نقد بناء ولا نقد بالحق عيان. اقرا. انت انسان انت انسان عفوي، انت انسان في تمثيلك عفوي، انت يو ار نعم كما نقولوا نفس الشخص في التمثيل ولا عفوي جاي هكذاك ماشي ما راكش تتقمص سيده، انت هذيك هي شخصيتك، لذلك الناس يحبوك ولذلك الخدمه تاعك ناجحه ما شاء الله. الحمد سهيله لله معلم تمثيلها عفوي سي بور سا ناجحه. راني اها نهضر على واحد الناس يعني كي راك معايا بكا من دون ذكر الاسماء والله غير تاسفت كثيرا يعني لا لا تاسفت. صدق. قلت لي من تحتك الانتقاد فاش ما فهمتش وراء الانتقاد حبيت. لا لاني انا قلت يعني ننتقدك ان شاء الله يعني هكا انا وياك لا لا والله وين خسر نقول لك شريف الانتقاد، لقمان نقول لك الانتقاد لقمان نقول لقمان لقمان وي سامحني سامحني. كلام كي يجي مع واحد كيما انت تاع مسرح ومنه يقدر يكون انتقاد ونقصروا عليه وتناقشوا عليه، ويقدر يكون انتقاد بناء كيما يقدر يكون كيما يقدر بالك تكون غلط فيه كاش حاجه. صحح لك راك ربي خويا ربي وجينيراسيون ديالي، ونحب انا كي نقصر مع واحد كيما انسان عنده مستوى ويعرف يهضر. وانت دوك بالمناسبه اللي نشوف فيك انا ونشوف فيك ديزا جوكر، وحنا انت انسان نحبوك بزاف يعني، على بالنا ربي على بالنا والله نعمل ربي لك يحفظكم، كورونا فهمتني. لا لا والله تفضل ربي عبيري تفضل يحفظكم، قول، والله ربي موالف صافي نقولها لك بليزير، موالف نقولها لك. والله ربي يحفظكم اقسم بالله. انت الحاجه العيانه فيك جاي انسان عفوي ما الله غالب ما كاش عفسه شغل ما كاش حاجه زعما والله يا شغل. والله يا العزيز الغالي، والله يا القمان، والله شوف تحب لا فيريتي باش ما نكذبوش. على بالي دوكا كي نهضروا على المستوى اللي راهو يدور في لا تيلي، واحد كي يشوف لا تيلي يقول الحمد لله كي ما خدمش هذا العام، ما نكذبوش على روحي. الحمد انا لله شخصيا الحمد نقول لله. اوه انا نقول لك انا راك شخصيا تخدم في اللايف، راك في اللايف الناس هي تشوف فيك لا لا تحبك ماشي لايف. لقمان لقمان. انا كان عندنا شوف شوف كاين حاجه بس قدر الله وما شاء فعل، انا مانيش هنا نجي نتهجم ونكريتيكي لا لا. شوف كاين لا لا ناس اوف كورس نروحهم واحد الباب، راني معاك انه الرداءة راه اذا راح لا انا هذه نقولها لك ونقولها في اللايف ونقولها قدام الناس. مي كاينه حاجه عباك بلي كيما انا كان عندي زوج مشاريع، كان واحد مشروع حبس على جال الحراك، هي ماك الحراك يتو ما كانش عندنا الوقت، وكاين مشروع واحد اخر حبس على جال الكورونا. معناتها لازم تعرف بهذا الوباء هذا المرض يا ربي ان شاء الله يرفعوا علينا ان شاء الله. ان شاء الله هذا المرض يعني عرقل بزاف الحركه الفنيه، مع العلم انه الفن دائما راهو غايب، كل رمضان راهو غايب التلفزيون على بالنا صح، فهمتني. ولكن هذه معناتها المرة اليوم بكثرة غايب غايب من عام للعام ويزيد يروح فهمتني. دوكا دوكا كي تقول لي هذا العام، هذا العام وي شغل هذا العام سي غراف، راني معاك سي طري غراف. مي واش نقول انايا؟ نقول انه يعني شوف مالغري الكورونا والسياو يمدوا عاملك شايف اوف يعني كورس. حتى لا لا اوف كورس حالي حالي اني معاك اني معاك مجهود. اني معاك كي تقول لي شوف شوف انا نحيي حاجه المجهود، انه كاين ناس ولا غير انا صراحه شفتهم مالغريك على بالي بلي رداء، راني نعاود على بالي بلي قليل قليل لي حاجه اللي تصلح هي قليله. مي كاينه حاجه حبيت نقولها لك، كاين ناس اللي حسيه ويضحي وقال لك معليش نسيو نديروا حاجه امور المشاهد يشوف حاجه في التلفزيون، كاين اللي صح داروا هذه. وكاين واحد اخر يطلع بين ماشي سامع بصحته يقول لك ندير باش نخلص. وكاين حاجه واحده اخرى ما تنساش القمر، انه مالوغوزمون الممثل في الجزائر ابار رمضان ما عندوش وقتاش يخدم. سي فري ما عندوش وقتاش ياكل صح كيما انا هذا العام اعوذ بالله كلمه انا كاين دي برودوي راهم يدوزوا في لاتيري واقترحوا لي باش نلعب فيهم يعني فيهم يا فهمتني، مالغري كورونا مالغري كلش
ما نقدرش معليش يا 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 لا 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 احترام لا لا لقمان شوف اول الكورونا صح انت علاش ما خدمتش علاش ما خدمتش بار برينسيب ولا على بالك باللي اول المشاريع اللي كنت تاكل عليهم في راسي ما نداروش معناتها شوف هذوك زوج كي ما نداروش انا مانيش انسان اللي نحوس على الخدمه لا لا انا كي يكون داير اوبجيكتيف نخدم زوج حفايس ما كاش هذوك خلاص شغل انا مانيش انسان زعما تاع يروحوا هذوك المشاريع هاي هذوك نحوس نخدم شويه هناش ما نقدرش انا عندي اهداف فهمتني انا كيما انا الى كشافي لقمان واحد الوقت نحيت كاع خليت شويه نحيا لي باطوي وخليت شويه غنبق هذاك خاصك تنوجد واحد الدور كنت مطري في هذاك الدور كان عندي من بعد عاود كلش كبر بعد الشعر هنا شعر غطى عمره وجهي قال لي كيفاش واش سنينا كاع على خير ما درنا والو خرجت الضربه وحده فهمتني شغل كنت بالك خدمت هذاك البيرسوناج مادام ما دارش على كل حال ما كانت بالله وقدر الله وما شاء فعل واحد ما واحد ما لازمش يجهل ومن بعد يدوك اقتراحات اخرين وانا لقمان مانيش عاود بهم كلمه انا ماشي مليح واحد يقول كلمه انا بزاف مي شغل نهضر لك على روحي مانيش انسان اللي زعما كي تجي لي زعما انت يا 15 يوم قبل رمضان تقول لي مروان يخدم ونجي نخدم ما نقدرش احتراما للمشاهد دير بيان في بالك بالمشاهد لو كان ما تخدملوش سيناريو عام وانت تكتب وانت تقرا وانت تحفظ وما يجي يقول لك يا مروان كيفاش درتو بيبيش وبيبيشه لا لا خو بيبيش وبيبيشه عام خدمه خو عام عام وانا نخدم باش ما نعطيك هذيك 10 دقائق نعصر عام باش نخرج لك 10 دقائق فهمت وهذيك 10 دقائق مخدومه كلمه بكلمه كلمه بكلمه ونروح نتورنيوها في تونس ونتورنيوها في واحد لي كونديسيون تاع تورناج ويعني شوف وكاليتي وتمثيل في كاليتي تمثيل. وي لا تمثيل الحمد لله يعني ما يعني ما كيما يقول لك بالك بيبي شو بيبي شو باش خيروا سهيله وخيروني انا جازوا مرا خيروا باش نطاقوا فينا باش ما نكذبوش عليك لانه انت شخصيتك وشخصيتي يتوالموا بارك الله فيك بصح لقمان كاينه حاجه كاينه حنا في الجزائر نقولها لك لقمان انا بالك انا قريب بارابول ليك انا اقرب للتلفزيون فهمتني في الجزائر المشكل وانا بيبي لو كان يطلع لك جديدين يقولها لك تانيت انه المشكل رقم واحد انه ما نعطوش اهميه للسيناريو وشوف سيناريو ما تعطيلوش اهميه حاشاك وحاشاك داك يجوز الخراف تلفزيون من الاخر صح من الاخر ما تشوفش دوك انا شوف مانيش نرفد حتى واحد انا نهضر على واحد الانسان جعفر قاسم 10 على 10 خويا عام ونص ويكتب سيناريو وما يقول لك يا خو ولا غير 10 على 10 شباب سي نورمال شباب خو عام ونص وانت تكتب انا اسطوري انا سكات نكتبوا في نهار يجي شباب هذاك يكتبوا في نهار يا قدر الله وكان نكتبوا في عام مي سافا با قيم السيناريو والحوار ايضا الحوار ايضا سيناريو داخل في الحوار الحوار داخل في السيناريو وهذه هي القمان ولا غالب خو حنايا حنا كي والله يا القمان نشوف كيما انا ولا كاين ديجا كيما انا كساسوا شمس وكساسوا واحد اخرين القمان نقدر انا نتورني لك 50 فيلم في عام ما نحبش عندي الانرجي بصح في الجزائر كيخلوك ما دير والو في الجزائر ما دير والو بالانرجي ديالك القمان في الجزائر هذه الانرجي تاعك يقتلوك بها تلقى قاعد تسنى ومن بعد يعيطوا لك انا مروانه وقرب رمضان هذاك هو تكره وكاين ناس كاين ناس كرهت نخدم في رمضان خو الله غير كرهت ولات دوك كيشوف التلفزيون في رمضان بكري شغل نحط نقول يا ربي اصبر يعني انا ما حبيتش نغلبك بما اني دارس المسرح والتمثيل او قال لك ديزا جوكر مروان السيناريو وحده والحوار وحده ماشي كبير قال لك السيناريو سامحني لا اسمحني شو جي دوك انت كيما دولك الورقه كيما دولك هذاك سي بوسي سيناريو والحوار كيما دولك الورقه يقول لك هاك الحوار وحده صح هكا دوك انا كي نروح الخدمه السلام عليكم خويا عطوني السيناريو باش نقرا واش يعطيني يقول لك سيناريو الحوار دوك نجيبه لك من هيك السيناريو داخل فيه الحوار شو بدي فهمتني دوك كي كتب دقيقه اللي يكتب سيناريو وحده واللي يكتب حوار وحده دي على بالي صح يقدر يكون واحد يقدر يكون واحد وكان عنده الموهبه تاع يكتب ويدير الديالوج كاين اللي يعطون تاع الحوار يعطون له الديالوجيست فهمت شنو تقول لك انا على بالي هذه ماني نقول لك عامه بصفه عامه خلاص اسمع يا الجوكر على باله خلاص بصح في الكتابه يجي السيناريو الاول بعدها تتم كتابه الحوار اوكي ثانك يو الحوار على بالي يعني زعما هو غالب شغل على باليش ولا ما ديرلوش هكذا يا ديزا جوكر ما ديرلوش هكذا يا رحمه لا دوك نورمال نعرفه انا ماشي نورمال عادي
يا زنزو لا لا يا زنزو او يبقى لا ما تبكيش ما تبكيش معليش يما يجوها يما يجوها ما تبكيش لا لا المهم مهم 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 ياك انا اكيد حكيت السيناريو والحوار ندير به واش نحب هذه صح 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 بصح 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 تخرج المعنى تاع السيناريو لو مكتوب ولا الحوار ماشي هو حزن وانت لازم خو شفت واحد الناس شفت واحد الناس كبيره يبكي وما فهمت والو انا اللي بواحد الطريقه حتى الدموع يقدروا يخرجوا لهم بلاصه واحده اخرى يا صاحبي ربي يحفظك قال لك هو اللي بعث لي انا اللي بعث له اللايف تاعك ربي يحفظك ولا غادي شفتوا ولا بعثوا لي شفتوا باسكو متبعني فاسكو واضح متبعني انا انور جيباوي ومتبعني انت زعما طايح شي انا متبع في واحد انا ماشي متبع ماشي متبعني طايح شين عليا شي متبعني صار علي سي بوغ انا نهضر معك في البريفي نهار كامل وانا نبعثك في البريفي والله غير شوف صدقني بالله غير كاين ناس سبحان الله كاين ناس الله غالب كاين ناس يدخلوا للقلب بون خالتي على فكره انا جامي تلاقيت مروان شخصيا باش نكون في امكم جامي يا جامي شوفوا الحب جامي. اللي راهو هنا شوفوا الحب اللي راهو يتنبع هكذايا يعني خايف لو كان تلاقاو يا ربك شنو يصراو اقسم بالله كيف هكا وانت مع اللي وحنا في زوج طوال حنا في زوج طوال الله يبارك ها طوال بزاف الله يبارك ها حنا طوال انت كي وقفتك تبان قاعد اكثر على غير ندير لك ايكيليبرا يا روح على غير ندير لك ايكيليبرا بوحده ايكيليبرا اليوم ما طرينيش بزاف الله غير روحتي شويه ايكيليبرا جماعه شوفوا رياضه الجمباز تبع عليك جمبزنا ليك حبيبي يا جدك ليك عيطوا لي العضلات عيطوا لي العضلات عضلات دوك يجيك ولا غير دوك يجيك أعزائي المشاهدين السلام عليكم مرحبا بكم في قناة هل تعلم مباشرة نتكلم مع أوكي هنا هيا إكيليب ليك وش حيد يا لا سيام مالا دي هكذاك روح أن دو تروا أتون أتون فوالا كيما كنت تشوفوا كامل فوالا هذه حركات فوالا باش نشوفوا لاديكتور بارك الله فيك مازالك شوف لقمانة توجور توجور يلا على بالك بلي نقدر ندير اي حاجه فوقني فيه ولا هنايا اي حاجه قول اقسم بالله اقسم بالله وما طيح مثلا اكتب هذه ها هذه سي تاع اودي هذا بديني حباسي تاع الاودي بابا بليك ليك 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 سبحان الله نيفو هو ميزانو يا اخو والله نيفي ميزاني نديرها في الجبهه هكذا خرج الجبهه التحرير هكذا على بالك غير حرام غير اخو على حبيبي اصبر شوف اصبر واش قاعد تحط التلفزيون لا لا اصبر انا ندير لك هكا كيما اسمو انا ندير لك كيما عضلات عندي كاع ما الله يبارك الله يبارك شنو هذاك؟ هذه تاع المايم هذه تاع المايم هذه شغل هذه شغل اي السلام عليكم تهلا او ماي جاد دقيقه دقيقه روح من هواك يا حبيبي اصبر فنان يا اخو فنان اصبر والله غير فنان يا دقيقه هيك هكا فوقني فك كرسي فوقني يا خال حبيبي سمعني فك يقعد في كرسي الله يبارك خو خلو انتك مرتاحه اسكت يا شريكي كيف نهار جيب طابله حط طابله بالكراسه فين ديرها نجيو نتعشاو فين يفك هكذاك خو على صاحبي الله يبارك لقبان الله يبارك خو على خويا حركه النجمه المتحركه يا خو اصبر شوف صح دوكا عندي عفسه مانيش نشوف فيه بزاف مي سيو ديرو سيو تشدوا هذا الفيديو اللي سجلوه يبعثوا لي اوكي روح هيا سجلوا الفيديو اللي كيف سجلوا لنا هذا الفيديو بابا بابا واش حيدير سي سليمان هيا يا القبان يا ماما يا ماما يا ماما يا القبان راك عندي ميناجي على جلات قليبه هيا يلا ليك حبيبي ما يحبش نعم ضد البكتيريا تفضل هيا يا القبان هكذاك اسكت ما مزروب اصبر راح راح واش راك دير تحب تدخل عندي تدخل صوتي عندي كنت راح نشوفك هاي لي تشوني هنا با
عاود سخني يا حبيبي سخني يا دوحاني. نعم الممثل الرئيسي لشركة سناب شات. اصبر اصبر هي دايره هاند ستاند هي دايره هاند ستاند فوق. هاي اصبر هاي يلا وان هاند با 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 الله يبارك لك مع الخو خا على حبيبي مليحه هكذا وضربها بحزقه. يا حلال الله شريكي مليحه تسمع وحده الزواق هذه الثانيه هيا هاك هيا هاك عباك وحده قتلهم قتلهم يظل ينقز قتلهم يظل ينقز في تايم سكوير. اصبر ها هو هذيك ماشي مره على بالي شكون احسب لي تشوف ثلاثه واحد زوج ثلاثه يا على حبيبي انا ما عرفت نديرها هذه يا خو احسن تشوف ثلاثه هاك تكسر كاش حاجه اني خايف عليك خو احسن ثلاثه واحد زوج ثلاثة شريكي عادية زين واحد واقدك الروضة شريكي دي بوك شايطونا حركة حركة ماشينا لبي حركة اضربنا بوحدة ماشينا لبي اضربنا بوحدة ماشينا لبي يلا مخك ندناه لك انا جدك شوف عندي عندي شحال ما درتش ايكيليبر وانا كي كنت سايق كنت ندير ايكيليبر نوقف على يدي ونقيس نقيس رجلي في راسي. اوكي صح بزاف انت خلاص دوك نيفك تقعدوا فوق كرسي فوق نيفك بزاف خو والله حكيم حكيم عنابه راه هنا حكيم عنابه اي لاف يو حكيم ديدي كاس ديدي كاس ديدي كاس حكيم اصبر شوف اصبر بسم الله بسم الله حكيم هو يحط طوابل فوق نيفو من اليوم اليوم خلاص حبيبي سي بون هاي اللي ما كنت حاب نلحقوا لها سي بون راح رمضان يلا يلا خلاص خلاص فهمنا ما تقلقني ما تقلقني الله يبارك هيا راح راح وش حي سبع ثاني دوك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين اصبر لو ما نجيب مصحفنا تصلي اصبر يا خو تراويح باش ندير تقليبه دير عرفت دير عرفت حد شرط فيكم ما راح دير دير حد شرط شريك انا نعرف غير نمشيو نحبط الدروج ونطلعهم ما انا حاطيني انا جابي قلت لك ما كاش برشا كاين قبلك باقلك باقلك خو يا درا سحي لنا القمل هكذا حكي بيك بو راح نقيس رجلي في راسي بسم الله راح بيبي راح ولا خلينا غدوة خلينا غدوة السلام عليكم راح ديرها جدك تم صباح ودا دعيت وداخل المرة وديت قول لي خلينا غدوة دوك ديرها دوك ديرها قلت لك يدعى صلى الله عليه وسلم وانا حتريكو خلاص خلاص لقمان انا كنت ندير هذه تاع رجلي في راسي انا كنت نحيت فرطيه تاع رجلي بسناني كي ندير هذا راح بيبي خلاص سي بون والله صراحه سي بون سي بون والله بون دي كونسونداسيون شوف ما تهدرش والله ما نهضر يا خو دوك هضرتني باش نهضر علاه يا لقمان والله ما نحب نهضر نحب نشوف كاع نشوف هكذا شوف شوف ما تهضرش خلاص خالتي قولوا ما شاء الله والله يبارك العين حق راح اسمع نسيت باش نقول لك اي خلاص والله ما نحب نهضر حلفت راح خال حبيبي الله يبارك خو الله شريكي ما انت انت في السل بنادم اللي يقدر يوقف فوق راسه خو نوقف فوق راسي ولا نوقف فوق راسي والله شريكي تسمى انت يا سامحني القمان تسمى انت مسيت مخك برجليك مسيت مخي برجلي عادي جدا ليزي صح صح كنت ندير هادو صوالح في الجزائر صدقني بالله في معرض الكتاب حامد عاشوري الله يذكره على خير كنت حاب نخدم معاه كلون كنت شغل
انا ما كنتش عارف بلي لازم اصبر فرنسي خاطئ اورغاز اورغانيزاسيون اورغانيزاسيون اورغانيزيشن يا اورغانيزيشن انجلش يا لازم مش نروح ليهم نتفاهم معاهم باش يدخلوني يخدم كلون. انا واش كنت ندير؟ كنت نلبس وحدي هكذايا ونروح لمعرض الكتاب برا في الساحه هذيك ندير نتشقلب كذا الناس يجوا كذا مني وكاينه تعرف تسمع بهدول تسمع هذه عندها 10 سنين عندها 7 سنين هكذاك. هذا الحركه اللي نديرها بوكايا ما قلنا كنت كبير شويه كنت الجسم تاعي كان كبير قبل 5 شهور يا ما كنت ما نديرهاش. من بعد خضات مني واحد شهرين باش عاودت وليت نديرها لانه صعيبه ماشي 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 سهله بزاف. مثلا انا نطول باش نديرها مال في جرامي نطول بزاف نو ياك انت كنا طريني ولا كيف انا علمتها لك بيان سير قبل ما نحكي لهم اللي علمتك دير فوتينغ فوق راسك كيما هكذاك كنت لا لا خلينا هذيك شحال عندها سنين هكا سبع سنين يا مات يا فوق الخضره ندير نالي قلت لي نالي كنت دايره هكذا وفقت لي رجلي كان يريح ودرت فوق راسك هذيك عرس كريم والله يرحمه عرس كريم شكون مدح انا صح الله يرحمه هو مات سيدي لافوتاي ايه الله يرحمه. هذه العفسه شويه صعيبه. هذه العفسه لازم الباصه هذا ديالك الباصه يكون مسرح يلا راح كرهتك يا حبيبي من ريحه رجليك استعمل لي يا حبيبي البودره والفانيك بتروح الريحة حبة وممكن تستخبى بعديها يا حبيبي أرجع إليك يا ربي. هذه كيف تغنيها بكذا كنت نبكي يا شافي كنت نبكي بلخنونة يا قول الله ريحة رجليك شحال شبة. اسمع نحكي لك حكاية دقيقة نحكي لكم حكاية خليك خلاص وش أنانيش راحوا البحر شغل جايين شي ماكم جو الآخر راحوا البحر سريع حركة فوالا واحد تخلي يعوم واحد قاعد برا اللي تخلي يعوم راح يغرق يعيط لانه هذاك اللي برا يقول له يا ميمو روح سلكني يا ميمو. ميمو شي يدير شد المطرق ويضرب في البحر اتلقوا يا الحق اتلقوا خلي نوقف على عيني ديجا جوكر اصبر شوف شوف بالك تسمع واش يكتب شمسو شوف اسمع لي ما تسمع دا واش يكتب شمسو دوك يقول لك دوك يقول لك دوك يقول لك سيد دخل صبعك تاع رجلك داخل نيفك لا هذيك مردد نقدر هذه كذاب انت على انت كذاب على اتفاقي كنا نخربوا فين في نفس بعك على رجلنا يا الكذاب يا ما صل دي سبورت عشرانو انا مقادرين غيرك تقدر غير ممكن مقادرين اذا ما جامي دخلت صبعك فين فيك انت شغل ليك دخلت وكليت الله لا فيتامين خا شكون ما كلاش خنوتو كي كان صغير شكون ما كذا انا البنة تاعها ما نساهاش ما نساهاش طول حياتي خلاص اسكت اسكت يا اخي طيب بنا اسمح لي بنا راح جدك يا خو ها بابا الله يبارك خو شو خو يمشي بيده خير من رجله الله يبارك حبيبي مازالك تي كونتيكا اسكت ما تهضرش كنتك اسكت تبع برك اسكت تشفن هذه تشفن هذه سميره كانت بدات تشوف انا حبيت نفتح رجليا وانت قلت لها فلا خرجت تمشي ديرك اسكت يا راح هذوك اللي بنات تاع الجومباز راح هيا راح اي والله هكذاك اصبر كيفك اصبر ندير لك موسيقى تاعهم راح اصبر دوك ندير لك منها اصبر